السلام عليكم. اليوم غندير لي انبوكسين ديال واحد لا نوفيل ماشين اريت موكا اروما. الو بسم الله. نو لو كاتالوغ. اي فوالا. كما كنشوفوا هنا لي زاكسسوار ديالها. هنا عندنا اون كويير اي تامبر او ميم طون، دونك كتهز بها لا كونتيتي كوريكت وكتعاونك على حساب التامبينغ. عندنا جروب فيه جوج ديال الشبكات، واحد بور لو كافي مولو والاخر بور لي باستي. دونك يخدمو حتى لي دوزيت ديال الكافي. بسم الله. فوالا لا فورم ديال الماشين، هي ان بو سبيسيال. دونك هي لا فورم ديال بريك الموكا، مي هي سو كافيتيير، دونك اللي كتصاوب لو كافي مولو. اول حاجة اون فا رومبليير لا ماشين افيك دو لو et on commence l'extraction directement. Fiha buse à vapeur, donc ça permet de préparer des cappuccinos. Alors voilà, donc fiha double système katkhdem avec les FAP, filtre à papier. Donc c'est des dosettes li fihom le café le dakhel ou mghallef le papier filtre et le café moule. Donc la mouture c'est tkoun dial l'espresso machi la mouture dial la moka. دونك غادي نديرو الما في لا ماشين باش نبداو نخدموه. نشعلو لا ماشين ديالنا اي اون ميم طون ركبنا الجروب بلاصتو. فوالا دونك غادي نصوبو الكافي في الجروب باش نوجدو كافي اسبريسو. دونك انا غنستعمل كافي ديجا مطحون، ولكن لي سبيسيال بور لاسبريسو بار سادير لي ماشين بحال هادو. L'avantage c'est que hada katkoun la monture dialo mtkhouna rqiq. Il est استعملتي un café al dlba, il est استعملتي un café li kan mtkhoun ghlid ma yatekch wahed le resultat mzyan, parce que la monture dialo katkoun ghlida li ma kaylqa li spa fi ndouz ma katkounch wahed l'infusion ou la pré-infusion mzyana ou l'extraction ma katkounch mzyana. Hada kan café qui est très léger, qhawa khfifa ou la mousse tkoun vraiment claire. Voilà, donc ghadi nakhdou le café dialo. Le groupe سير غادي نطاسيو الكافي ونبداو نصوبو نوتخو كافي اسبريسو. دونك فيه ان انكونفينيون وانا كدير ان بو دو بروي، مي سي با غاف بور كيلكو سكوند سي با غاف. فوالا notre café espresso. بصحة وراحة قهوتكم ورمضان كريم للجميع.